من عماد بالتاكيد عوده عمرو السوليه هي قوه لوسط ملعب النادي الاهلي. حمدي فتحي بيأدي بشكل جيد، لكن كمان كان اليو ديانج رائع الفتره الاخيره الحقيقه، وشايل نص الملعب شيل. تغيير عمرو السوليه فيه تغيير طريقه اللعب الثلاثي اللي انت بتبقى غاضب قوي لو مجدي قفشه راح ناحيه اليمين وعمل دربكه. عندي نقطتين اسالك. راسين الحربه النهارده مش موجودين، وسط ملعب النادي الاهلي بالثلاثي اللي تحت راس الحربه هيبقى عامل ازاي؟ يمكن عمرو السوليه وحمدي فتحي وديانج بيفكروني بفتره في النادي الاهلي كان حسن مصطفى وحسام عاشور ومحمد شوقي. نعم. الفتره اللي احنا كنا فيها. لما يكون عندك نص ملعب قوي جدا بيبقى عندك اريحيه بشكل كبير جدا كابتن شوبير. نعم. انك تلعب اي حد هيبقى موجود هيأدي بشكل جيد. يمكن السوليه واحد من اروع المواسم هو الاهلي مبخوض بالثلاثه الحمد لله. يعني امانه يعني الحمد لله يعني ثلاثه لعيبه محترمين جدا. نعم. يعني السوليه وحمدي فتحي لعيبه محترمه جدا ولعيبه مفيده جدا داخل الملعب. نعم. ديانج لعيب قوي جدا، لعيب ليه دور في نص الملعب بشكل كبير. يمكن السوليه افيدهم في الناحيه الهجوميه. نعم. حمدي فتحي افيدهم في الكرات الثابته انه بيطلع وبيزيد في الكرات الثابته وسجل اهداف بدماغه بشكل كبير. السوليه بيعوض الحته اللي ممكن النهارده تبقى مش موجوده لو قفشه راح ناحيه اليمين. هتبقى دي المشكله الاكبر اللي احنا بنختلف عليها كل مره. نعم. كتشوبين. انا بالنسبه لي قفشه يلعب تحت بادجي، يلعب اجايه شمال ويلعب جيرالدو يمين. هو كل مره يعكس يلاعب جيرالدو شمال ويلاعب قفشه يمين ويلاعب اجايه في النص، وبعد كده الماتش يتصعب منه ويتعقرب منه يروح مرجعها تاني. النهارده ما كانش يقدر ينفع يلعب باثنين مهاجمين خالص. لان الحته دي لو كانت فضيت اللي بين السوليه وحمدي فتحي وكان لعب بادجي ولعب بمروان محسن هتبقى في مشكله كبيره جدا، لان كابتن ايهاب جلال من المدربين اللي بيمسكوا كوره، المدربين اللي بيبداوا من تحت، ولو وجدت المساحات لمصر مقاصه النهارده تبقى مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. فعلشان كده لعب ب 4 2 3 1، الطريقه الانسب والطريقه الواقعيه والطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي طول الوقت. هنا مطالب ان عمرو السوليه وقت ما الكره تكون مع النادي الاهلي هو اللي هيزيد بالتناوب، هو وحمدي فتحي بس اللي هيزيد اكتر على ما اعتقد. عمرو السوليه هيزيد يبقى جنب مجدي قفشه، يبقوا الاثنين تحت بادجي وتحت جونيور اجايه وجيرالدو. لو حصل غير كده انا بالنسبه لي بتبقى بخسر الناحيه اليمين بشكل كبير، بخسر قفشه سواء دفاعيا او هجوميا، ما بستفدش. نعم. منه، ما فيش استفاده منه. نعم. يعني مش عشان امكانياته خالص، مش حتته المركز. عشان نعم. مش مركزه. نعم. وجيرالدو نفس القصه بيأثر على معلول، لان معلول لما بيلعب مع اجاي بيلعب بيأدوها بشكل جيد جدا، الاثنين حافظين بعض بشكل جيد زي ما كنا بنشوف معلول مع رمضان كانوا عاملين جبهه قويه جدا، واجاي بيقدر يزيد وبيبقى عنده حريه انه بيجي من الجنب. فاتمنى النهارده انه يكون لاعب بالشكل الصح، ما يكونش في اي تغيير، لان لو في اي تغيير هيبقى في مشكله للنادي الاهلي، لان اللعيبه مش هتكون موجوده في مركزها، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا. يمكن كابتن وليد اتكلم قال ان هو عنده اريحيه انه يغير، طبعا اي مدير فني عنده اريحيه انه يغير. وبتفق معاه ان الفتره اللي جايه او المباراه اللي جايه قابله للتغيير بشكل كبير جدا، لكن انا جربت قفشه كتير قوي في الحته دي ما شفتش منه الاستفاده اللي انا مستنيها. ما اعتقدش ان انا هاجي مثلا في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا واعمل لاعب قفشه هنا، هتبقى اكبر غلطه. يمكن فيلر بيعاند معاك. انا لحد دلوقتي ما شفتوش ولا مره والله. انا لا ما دخل، انا يمكن ما دخلت زي ما حضرتك عارف ما روحتش. شخصية لطيفة يعني. لا هو شخصية لا شايفه شخصية محترمة، لعيب بتكلم عنه بشكل جيد جدا، راجل فنيا شغال بشكل جيد. شوف علي معلول هنا كابتن، هتلاقيه بيتكلم ان احنا دي انا بقول لحضرتك دي ان دي مباراه مهمه واحنا الدوري هنكمل. ده اللعيب الكبير، لعيبه بتتكلم واكيد اتكلموا جوه. الشناوي سوبر وليدر في الملعب بقى، تحس ان علي كانه مصري معجون بميه الاهلي بصراحه. يعني الوقفه دي مهمه جدا لان اللعيبه، واكيد اتكلموا في اوضه اللبس. نعم. واكيد اتكلموا في الفندق، لكن النهارده جوه الملعب يا جماعه دي مباراه مختلفه. صحيح. ده شكل مختلف. نعم. احنا عايزين نكسب النهارده، فاللعيبه اللي بتكون مركزه بالشكل ده هو يعني اللي جاي بيبقى ليهم، الاستمراريه بتبقى ليهم. نعم. لانه عارف امتى يحتفل. انا احتفل بعد المباراه. نعم. طول ما انا داخل ارض الملعب خلاص انا بحترم المنافس.